سؤال: ما هي أهمية اللغة القبطية في حياة الشاب المسيحي؟ أهميتها أنه يفهم الألحان الكنسية ويفهم قطع كثيرة من القداس أيضا، وأيضا يفهم أصله المسيحي، يعني يبقى بلا هوية. وبعدين بيقولوا: هل اللغة القبطية هي اللاتينية؟ لا، اللغة اللاتينية هي اللغة الرومانية، لكن اللغة القبطية هي تسلسل من اللغة الفرعونية. الصعيد في عمل، وأتيت وأصريت على حضور عزة قداستكم، شرفت وبركة. والسؤال بيقول: والسؤال ما معنى الكلمة التي قيلت لشاول الترسوس في سفر أعمال الرسل: صعب عليك أن ترفس مناخس؟ لما يكون في جواد يقود صحبه بينقصه علشان يمشي، صعب ان يرفس المناخس والا هينبر دي في القياده. فكان السيد المسيح بيقول له: صعب عليك العوامل الفكريه والنفسيه اللي في قلبك، وانت راجل دارس الشريعه وقعد ترفسها جانبا وتستمر في وضعك اليهودي ضد المسيحية. وبيقول: نريد أهل محافظة أسوان ينتظرون بركة حضورك إلينا. إن شاء الله لما تكمل كنيسة الملاك في أسوان أبقى أروح هناك للتشن. بزغرة أسوان. سؤال: هل البخور عادة وثنية أم مسيحية؟ البخور أمر به الرب في العهد القديم، وموجود تركيبه وأهميته في سفر الخروج إصحاح 30. وفي خيمة الاجتماع كان في مذبح اسمه مذبح البخور. كل ده بالترتيب الهي في العهد القديم. وكان البخور في ارتفاعه الى فوق يعطي معنى في صعود الصلوات الى فوق. وكثير بيقولوا ان البخور يرمز الى صلوات القديسين، وموجود ايضا في العهد الجديد في سفر الرؤيا الصح 8.